السداد ونعوذ بك من عثرات اللسان وإزعاج الشيطان والخطأ والزلل. وبعد يا ابني افتح الباب خلي الدكتور نبي استنى شوية بس افتح الباب دون خلي بس استنى شوية عاوزين بس نقول لإخواننا أن اليوم أخونا دكتور عصام محمود والأخ عصام أبو يوسف ختموا القرآن اليوم قراءة وتجويدا وجايبين لنا حلاوة بقى عندنا في مسجدنا الحمد لله يعني عدد طيب من الناس اللي ختموا القرآن قراءة وتجويد ومنهم اثنين الحمد لله يعني استظهروه حفظا طبعا الأخ عبد الرزاق الشيخ عبد الرزاق والأخ حسام لكن نرجو الباقين إن شاء الله إنهم يهتموا بمسألة الحفظ ما يتكلوش على القراءة فقط يعني مسألة الحفظ والاستظهار مسألة مهمة جدا في القرآن وهي ليست صعبة مع أي سن من الأسنان يعني مسألة الحفظ مش صعبة في أي سن من الأسنان يعني الأسنان يستطيع في أي سن والله سبحانه وتعالى يقول وقرئ السنة القرآن للذكر فالقرآن ميسر للي عاوز إن شاء الله يستظهر القرآن بس يصبر نفسه على ذلك يعني أنا أعرف إحدى السيدات يعني بدأت حفظ بعد 40 بعشرة عشان الستات بحبش حد يعرف سنهم يعني فنقول بعد 40 بعشرة والحمد لله يعني الآن قربت من نهاية المطاف يعني حفظا وتجويدا ودراسة وتلقين وإسناد كلهم مع بعض يعني الشاهد إن إحنا الله يتقبل منا ومنكم اللهم أمين رب العالمين اليوم بقى نبدأ الدرس بتاعنا دكتور منيب علشان ما نبقاش إحنا في وادي والعالم في وادي قطعوا خط الاتصال بيننا وبين دكتور منيب حيث إن إخواننا استغلوا السماعات للمسجد الثاني واحنا اصبحنا الان يعني زي المتزوج زوجتين فهو بين الزوجتين حائر اليوم ان شاء الله انا اتحدث في حديث الجنه بعد ما قطعنا المشوار اللي قطعناه مع بعض في حديثها انا اتحدث عن درجات الجنه وعن قصورها وخيامها وهتعرف حكاية القصور والخيام دي لها لطيفة جميلة تكلم عليه الإمام الخطيب البغدادي يعني الخيام دي لها لطيفة طيبة وسرة الجنة وأرائكها وإستبرقها هذه الأشياء إن شاء الله سنتطلع إليها وننظرها بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم أما درجات الجنة فقد أوضح البيان فيها وذكر الآيات التي جاءت في بيانها الإمام ابن تيمية فقال والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم قال الله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة إيه أكبر درجات وأكبر تفضيلا يعني درجات الدنيا ومنصبها ومساكنها شيء ودرجات الآخرة أكبر وأعظم من ذلك بكثير فالله سبحانه وتعالى بيقول الشيخ بعضهم على بعض منهم من كلم الله منه ورفع بعضهم درجات وآتينا ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس إلى آخر ما قال المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وقال تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وفي الآية اللي بعدها قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين إيه درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وفي الآية بتاعت سورة الزمر قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه درجات. هذه المفاضلة في الدنيا تبعها مفاضلة فين؟ في الآخرة. يبقى درجات الآخرة مبنية على هذا، ودرجات الآخرة أكثر وأعظم وأجل، ولأنها أدوم، وما يتصل بالدوام أفضل وإن كان قليلا. يعني ولذلك سيدنا النبي الأفضل الأعمال إيه أدومها وإن قل. واحد عنده عمل قليل بيعمله لكن مداوم عليه أفضل من واحد بيعمل عمل كبير شوية وبعدين يسيبه وينقضه ويرجع يعمل عمل تاني وهكذا. فأفضل الأعمال أدومها. ففي درجات الجنة في كثرتها جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في صحيح البخاري روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان. خلي بالكم احنا الأسبوع اللي فات لما كنا بنتكلم عن روح الجنة وعرفها قلنا في ناس بتتحرم من هذه الرائحة. النهاردة برضو حنتكلم عن اللي بيدخلوا هذه الدرجات واللي ما شافوش هذه الدرجات. شوف اللي شافوا الدرجات دي سيدنا نبي إيه: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. خلي بالك في حاجتين غيبين اللي هما الزكاة وإيه والحج، لأن الزكاة بتاعة أصحاب الأموال هيقولوا كلام تاني، والحج بتاع بيان برضو إيه المستطيعين سواء بدنيا أو ماليا أو الاثنين معا. قال: كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، يعني سواء خرج الجهاد أو ما خرجش ومات في البلد اللي اتولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلو نبشر الناس، نقول للناس الحلاوة دي إن حاجة حلوة أو بشرة جميلة أو صلى وصام وآمن بالله ورسوله، حاجة بسيطة وحاجة جميلة يعني بشرة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشان يتم البشرة إذا عاوز تبشر بقى قول بقى إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. خلي بالك بعد ما إيه أخرجوا استثناء الجاهد أو لم يجاهد عاوز تبشر الناس، ثم الناس تتقاعد وتتقاعس عن الجهاد في سبيل الله، خلينا نقول لك بقى إيه فضل المجاهدين. قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وإحنا لما كنا بنتكلم عن البعث وصفة البعث قلنا قد إيه المسافة بين السماء والأرض كما جاء وصفها في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الدرجة والدرجة قد هذه المسافة قد ما بيننا وبين السماء. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، فوق الفردوس عرش مولانا تبارك وتعالى، ومنه تفجر أنهار الجنة. وإحنا تكلمنا على الحديث مستقصى لما كنا بنتكلم عن إيه أسماء الجنات. وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فهو أوسط الجنة وهو أعلى الجنة وفوقه العرش ومنه تفجر أنهار الجنة. الإمام أبو حاتم بن حبان بيقول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو أوسط الجنة يريد به أن الفردوس في وسط الجنان في العرض، وقوله وأعلى الجنة يريد به في الارتفاع، فهو أعلاها علوا من حيث الارتفاع. فبين كل درجتين كام؟ كما بين السماء والأرض، مقدرة بالأعوام في سنن الترمذي من حديث سيدنا أبو هريرة إن سيدنا النبي قال في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين 100 عام. وفي حديث آخر 500 عام في كتاب العظمة لأبي الشيخ وكتاب البعث لابن أبي داود، أيضا من حديث أبي هريرة سيدنا النبي قال الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين مسيرة 500 عام. طبعا احنا قبل كده اتكلمنا عن هذه الاحاديث اللي بتيجي تقول 100 واللي بتقول 200 واللي بتقول 70 واللي بتقول 40 واللي بتقول 500. بيقول من حسب ايه هذه الاحاديث؟ التوفيق بينها انها جاءت حسب الاعمال، التفاضل حسب الاعمال. فاصحاب المفاضله الكبرى تكون مسيره الدرجات بينهم 100 عام، من هو أقل مع من هو أعلى تكون 500 عام. والحديث بيدل على هذا، يدل على أن الجنات في غاية العلو، أن الدرجات في غاية العلو والارتفاع. ولا أيضا لا ينفي أن يكون في الجنة أكثر من 100 درجة، لأنه إحنا لم نستخسر أحاديث، ممكن يكون في الجنة أكثر من 100 درجة، لأن المراد من سيدنا النبي من كلامه الإخبار بأن هذه الدرجات 100 هي للمجاهدين في سبيل الله. والمجاهدين في سبيل الله يعني كلمة الجهاد العامة، الجهاد الخاص والجهاد العام، كما ستأتي آيات القرآن بعد ذلك تبين لنا مواقف إيه الجهاد العام في قوله تعالى وعباد الرحمن. وحتشوف في آخرها يقول لك إيه أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. والله على الآيات دي لما تسمعها من صوت الشيخ كامل يوسف بهتيمي رحمة الله تعالى عليه، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة. فلما نقول الجهاد يبقى الجهاد بكل معانيه، عشان اخواننا هنا لما بيحطوا سماعات وبتاع والاطباق بتاعتهم الصناعيه والاقمار الصناعيه تقول كلمه الجهاد يقفوا على رجلهم ويشعبطوا. تصور ان كلمه الجهاد في الاسلام محصوره في منطق واحد وفي حاجه واحده بس، جهاد يعني سيف وقتل يا جدع. ما يعرفوش الجهاد بالاعمال عندنا هو المقدم. فسيدنا النبي لما قالوا لما ذكر هذه الماء لم يرد بها الحصر، واحنا دايما بنقول الاعداد العدد لا يفيد الحصر انما يفيد التعيين، يعني هو عين هذا العدد في هذا الوقت كقوله صلى الله عليه وسلم 3 من كنا فيه، وفي حديث ثاني 4 من كنا فيه، و7 يظلهم الله في ظل. طب في 70 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل في مجموع الاحاديث، وأوصلها بعضهم إلى 700. يبقى العدد هنا ليس المقصود منه الحصر إنما تعيين هذا العدد في هذا الوقت الذي تحدث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقام اقتضى هذا العدد، لكن الإخبار بالحصر حصر درجات الجنة في 100 لا، هذا غير مقصود. إيه الكلام ده؟ قالوا يؤيد هذا الكلام إنه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذه 100 درجة. فين بقى منزل سيدنا النبي؟ وشوال سوى الله الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله،
وأرجو أن أكون أنا هو. هذه في كل الدرجات، فهو في درجة ليس فوقها درجة صلوات الله وسلامه عليه. أما هذه الدرجات المئة ينالها أحد الأمة بالجهاد في سبيل الله أو بجهاد النفس. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري الحديث المشهور، وانا ببسط من ابو سامي انه كل يوم الصبح يقعد بس يبص اللوحه كده ويقرا الاسماء دي، ان لله 99 اسما، 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه. ان لله ايه 99 اسم، 100 الا واحد من احصاها دخل الجنه. فالمراد من هذا الحديث الإخبار عن دخول الجنة بإحصاء هذه الأسماء وحفظها اللي هي 99. هذه 99 مش هي كل أسماء المولى سبحانه وتعالى، يبقى مش المقصود حصر الأسماء في هذا العدد، إنما هو تعيين الجنة في من حصر هذا العدد. خلي بالك، شوف اللطيفة اللي في الحديث. العلماء لما بيبصوا في الحديث ما بيبصوش زينا كده، ولا بيعرف يبصوا في حاجات تانية كتير. ما عندي حديث إن رجلاً في النار ينادي يا حنان يا منان. طب ينادي يا حنان يا منان على مين؟ مش على المولى الكبير المتعال؟ ويبعث سيدنا جبريل له في عبد في النار بينادي يقول يا حنان يا منان روح هاتهولي، يروح يدور في النار ما يقولش له في المكان الفلاني في الحتة الفلانية، يروح سيدنا جبريل يجيبه. فبينادي يقول ايه يا حنان يا منان، التسعة وتسعين اسم دول فيهم حنان المنان في الشيوخ، وأسماء كثيرة وردت في أحاديث أخرى. يبقى مش المقصود حصر أسماء المولى في التسعة وتسعين، إنما إيه حصر الجنة لمن أحصى هذه التسعة وتسعين اللي جاءت في حديث وهب بن منبه وحديث السادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أيوه أيوة نعم، تلاها أو حفظها الأحسن الحفظ، ولكن إذا تلاها بصفة دائمة يكون من أحصاه. لكن هو بعض الناس قالوا لا يطلق عليه الإحصاء إلا من أحصاها حفظا، فممكن يحفظها بالغنية، يعني يجيب الغنية بتاعت الشيخ سيد النقشبندي أو الغنية اللي طلعينا الوقت جديدة، نسألك يا من أنت الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، حط على التلفون بتاعه بدل ما يحط أغنية مش عارف إيه، يحطها على التلفون بتاعه وكل شوية يسمعها. أسألك يا من أنت الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام من المهيمن من العزيز البر المتكبر إلى آخره. فالشاهد دي هنا بقى الجمال. فلما يقول سيدنا النبي في 100 درجة، مش المقصود حصر الدرجات، إنما هو المقصود أن الحديث استدعى هذا العدد في وقته. ومما يؤيد أن الله سبحانه وتعالى هو أكثر من 99 اسم حديث إحنا ذكرناه يوم الجمعة قبل الماضية في صحيح ابن حبان ومسند أحمد وغيرهما. سيدنا عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط. إحنا قلنا لكم سيدنا النبي قال لنا نحفظ هذا الحديث، بس إحنا لما بنسمع ما بنحاولش نحفظ، مش عارف من استسقي الحفظ ولا من ما بنجدش الوقت. وفي واحد اخ يعني سالني عن هذا الحديث عشان يحفظه، جزاه الله خير وان يوفق لذلك ان شاء الله يا رب، اللهم امين. ما قال عبد قط اذا اصابه هم او حزن اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته إيه في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى في أسماء مستأثرة ولا كل أسماء معروفة؟ مستأثرة أو استأثرت به في علم الغيب عندك. بقية الحديث أن تجعل القرآن ربيع قلبي تيمنا، نقوله يعني عشان ربنا يا رب يفرج كربنا وكربك اللهم أمين. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات، قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن.
صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي دلنا على كل خير. تعالوا بقى علشان ما نطولش في حديث الدرجات والحاجات دي، لأنه حديث طويل، وإحنا قلنا عاوزين بقى نختص الوقت عشان بقى لنا مدة بنتكلم في الجنة، فعاوزين يعني إيه نرغب ونرهب يعني اتنين شوية في الناحية الحامية شوية، ربنا يكفينا شرها يعني. فتعالوا بقى ننتقل، اللي في عرفنا اللي في الجنة غرف وفيها قصور عظيمة، عاوزين نتعرف على الأعمال التي بها تنال تلك الغرف والدرجات. في داخل هذه الجنان فوق هذه الدرجات غرف. تعرفين الغرفة يعني إيه؟ أما نقول غرفة، ما حدش فيكم فلاح ولا حد فيكم من بتوع زمان. إحنا كان عندنا زمان يقولك إيه ده فلان حيتجوز وبنوا له أوضة في المقاعد في العلية، بنوا له أوضة فين؟ في العلية يعني فوق لوحده كده، هيسكن فوق لوحده، هيسكن هو العروسة في العلية. فالغرفة معناها إيه؟ المكان في العلية، مكان في العلالي. لما يكون البيت من تحت معادش مساعي، والأخ الصغير مثلا هيتجوز أو الكبير هيتجوز، البيت تحت مش مساعي في عيلة كبيرة، ومنوا له إيه؟ أوضة أو مقعدين، سموهم مقاعد، مقاعد يعني. أيوة، فهتبقى من السطوح بقى علية عشان تبقى حلوة كده، تبقى فخمة، ومساكن فوق السطوح، فوق السطوح ده ما كنت فاكر فوق السطوح خالص في الآخر يعني. فهنشوف بقى الأعمال دي إيه؟ تعرفوا إن أعلى عمل، أعلى عمل يسكن هذه الغرف اللي في العلية ويقعدنا في هذه الدرجات هو إيماننا بالله سبحانه وتعالى، هو شهادتنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بس القيمة أن تكون هذه الشهادة إيه؟ خالصة من القلب، ما يشبهاش نوع من الشرك، فيش فيها نوع من المواراة، فيش فيها نوع من الرياء، فيش فيها نوع من التماس الحاجة من الناس، لأن الحاجات دي يعني خارقة للإيمان وحارقة للإيمان. أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مجموعة كده، معلش دكتور من مستمعنا وإحنا مش عاوزين نخرج عن الموضوع، النبي خال عليهم قال لهم حد معاكم تاني ولا؟ قال طيب، عهد إليهم قال لا يسألوا الناس شيء. عاوزين تدخلوا معايا الجنة وتكونوا معايا في الجنة؟ قالوا لا تسألوا الناس شيء. قالوا كان الواحد منهم يسافر فيقع صوته وهو على فرسه، هم ماشيين في السفر رايحين الجهاد في سبيل الله، الصوب بتاعه اللي بيهش بيه على الفرس يقع منه، يوم واحد يتطوع يجيبه له من المشاة، لا استنى ما تجيبوش، وينزل من على الفرس عشان ياخده. يا عم ده حاجه سهله، وانا اقول لك ان انت ابونا واخونا الكبير وصاحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انت احنا في ديك الساعه لما نقول لك الصوت يقول بس سيدنا النبي اخذ علينا عهدا الا نسال الناس شيئا، عشان نبقى معاه ما نسالش الناس شيء. فشوف ازاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتحسس مواطن الايمان عند اصحابه في اشياء كثيره جدا. الشاهد ان الايمان الصادق هو اول شيء ممكن نبلغ به هذه الغرف وتلك الدرجات. وفي ذلك يقول القرطبي بعد ذكر حديث الغرف، ذكر حديث الغرف لازم نذكر منها بعض الشيء عشان تبقوا عارفين يعني ايه الغرف. منها ما اخرجه مسلم في الصحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون. زمان تبص كده تشوف على مد بصرك قد ما تجيب، لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم أصحاب العلية كما تراءون الكوكب الدري الغابرة أو الغائرة في الأفق من المشرق أو المغرب. شوف الكوكب الدري المنير لما يجي يأفل يميل إلى الغروب، وانت بتبقى شايفه وشوفه قد ايه كوكب كبير قد ايه، وانت بتبقى شايفه قد ايه، شايفه قد كده، ما بالك بقى لما يجي يغرب بتقعد تعمل ازاي بقى؟ بتبص بص بص وتقعد تعمل كده عشان تعرف تلحق ايه، تلحق تشوفه، لانه كوكب بعيد وبيغرب، فبتقعد تركز في البصر تركيز شديد عشان تلحق تشوف ايه هذا الكوكب الدري الغابر. فقالوا يا رسول الله، الله ده المنازل دي منازل كبيرة قوي، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم.
واللي يسكن في الغرف دي من غير الأنبياء ده منازله واضح كده، ولما تنبص لها كده بعيد 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 يبقى منازل الأنبياء. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. مش الأنبياء، ده بتاعت ناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ربنا يا رب اجعلنا منهم، اللهم آمين رب العالمين. ومن فضل الله تعالى علينا أمة محمد أننا صدقنا المرسلين، وأننا نتلو فيما نتلو وفيما تلونا اليوم في صلاة العشاء. احنا عدناها قرأناها امبارح وغلطنا فيه، فعدناها تاني النهاردة عشان ما يبقاش في الورد بتاعنا بنعمل ختمة يبقى فيه برجلة وهرجلة وفيه آيات غلط وبتاع، لأنه ما عنديش حد يعد ورانا الأخطاء فبنعيد اللي نغلط فيه. فقال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. احمدوا ربنا أن احنا ربنا يعلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة هي الصيد الصبغة. فإحنا نحمد إيه؟ نقول الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله ربنا من علينا وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا مرسلين. وكذلك في المسند لأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتزاورون فيها، وفي رواية لا يتراءون فيها كما تراءون الكوكب الشرقية والكوكب الغربية الغاربة في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات. فصار لنا سيدنا النبي في هذه الرواية جه حديث سيدنا هريرة فصر لنا إيه إنه أنت بتشوف كده إيه ده معناها إيه، معنى الكلام ده إنهم في تفاضل الدرجات كهذا البعد. يبقى 500 سنة ولا 100 سنة؟ في 500 سنة، في أكثر من 500، في أكثر من 500 سنة ممكن، في 100 عام ممكن. قالوا: يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال: بلى والذي نفس محمد بيده أقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. والرواية دي شكلها ذكرناها لأنها أبين، آمنوا بالله ورسوله اللي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم وصدقوا إيه المرسلين. وكذلك في صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. وزاد عن أبي سعيد الخدري: كما تراءون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي أو الغربي. طبعا هنقول الترائي اللي هو النظر، النظر على 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 بجهد. والغرفة اللي هي العلية أو الحجرة مطلقا الموجودة في مكان عالي، والجمع غرف وغرفات، والكوكب الغربي الغارب على الشك أو الغابر هو الذاهب الذي تدل إيه للغروب. الإمام القرطبي بيقول بعد الكلام ده كله إيه، بيقول: واعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف أصحابها في الأعمال. يبقى التفاضل هنا راجع بإيه؟ بالأعمال. وإحنا قلناكم في حديث سيدنا عبد الله بن مسعود قال: الناس بتقتسم منازل في الجنة بإيه؟ بالأعمال. حديث سيدنا عبد الله بن مسعود قال: ثم يقتسمون منازلهم في الجنة إيه؟ بأعمالهم، فبعضها أعلى من بعض وأرفع كما في صحيح البخاري في الحديث اللي ذكرناه. قال: ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عملا ولا شيئا سوى الإيمان والتصديق للمرسلين، ذلك ليعلم أنه عني بالإيمان الإيمان البالغ وتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا تلجلج، ما عندوش شك ولا ريبة، وإلا فكيف تنال تلك الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة؟ مش الناس تقول لا إله إلا محمد رسول الله بس وخلاص، هذا كل العامة، يبقى كل العامة حيدخلوا فين؟ في الغرفات. لا، إيمان صادق، إيمان بيقين. قال: وهذا محال إن العامة كلهم يكونوا كده. وقال: ولو كان كذلك كان جميع الموحدين في أعلى الغرفات وأرفع الدرجات، وهذا محال. وقد قال الله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية إيه وسلامة. والصبر
بذل النفس والثبات له وقوفا بين يديه بالقلوب عبودية، وهذه صفة المقربين. وقال في آية أخرى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فذكر مولانا شأن الغرفة وأنها لا تنال بالأموال ولا الأولاد، وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح، ثم بيّن لهم جزاء الضعف وأن محلهم الغرفات، ليعلمك أن هذا إيمان طمأنينة وتعلق قلب مطمئنا به في كل ما نابه وبجميع أموره وأحكامه، فإذا عمل عملا صالحا فلا يخلط بضده، فلا يكون العمل الصالح الذي لا يشوب فساد إلا مع إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمن آمن وبجميع أموره وأحكامه. أما المخلط فليس إيمانه وعمله هكذا، يدخله الشوب، يدخله الرياء، يدخله مداهنة، فلهذا كانت منزلته دون غيره من الناس. دي أول عمل لازم نعرفه عشان نتمسك به ونعض عليه بالنواجذ. وأنا دايما بقول للنفس، بقول لكم ما فيش حد مع الله ينفع، ما جربنا. كان الشيخ كشك وأبو عمر يمان دول بيسمع الشيخ كشك كتير، يقول من اتكل على غيره، من اتكل على غيره زل، من اتكل على نفسه، من اتكل على نفسه زل، ومن اتكل على غيره كلا، ومن اتكل على الله فلا ذل ولا مل ولا قل. كم يقولها كده دائما من كل خبة كده يقولها كده، هذه حقيقة، فيش حد مع الله ينفع. ولما تكبروا في الصلاة كبروا، مفيش كبير غيره. ولما تقول مالك يوم الدين، مفيش مالك غيره، وكفاية كده عليك يقين انك تعرف انه مالك يوم الدين. ثم أهل الجنة بعد ذلك تتفاوت منازلهم بحسب درجاتهم في العمل والفضل. وحسبك بيانا كما قلنا في ذلك أن تقرأ في سورة الفرقان صفات عباد الرحمن. اقرأ أنت، افتح سورة الفرقان واقرأ: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما إلى آخر الآيات. تلاقي ربنا في الآخر بقول: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. يبقى الأعمال لصحاب الناس دوما هم أصحاب الغرفة. خد لك عمل معاهم، إذا ما تقدرش تاخدهم كلهم خد لك عمل معاهم، ولابد أن تنتهي عما انتهوا عنه، لأنه اتقوا الله ما استطعتم. لكن المنهيات لما تقول: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، يبقى طفتم نفسك عن هذا. وكذلك في سورة الزمر يقول الله سبحانه وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فأخبر سبحانه وتعالى أنها غرف فوق غرف، وأنها مبنية حتى لا تتوهم النفوس أن في ذلك تمثيل أو خيال، بل هو شيء على الحقيقة. زي ما أنت بتبني هو مبني. فهؤلاء المؤمنون المتصفون بالصفات السابقة يجزون يوم القيامة بالدرجات العالية والمنازل الرفيعة في الجنة لصبرهم على القيام بما أمر الله، وتتلقاهم الملائكة في الجنة بالتحية والسلام، فلهم السلام وعليهم السلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم ويسلمنا ويسلمكم، اللهم آمين رب العالمين. بعد كده إن شاء الله نتكلم عن خيام الجنة، لكن نقولكم هنقول ليه خيام بقى، تما في قصور وفي غرف وحاجة آخر حلاوة هي، والقصور درجات ودنيا. ليه الخيام دي؟ الناس دول بدو وما بروح يسكنوا في القصور، يقول لك لا والله ما أقدرش، البيت وقع عليا، ما أدخل أسكن برا. لا ها، زي القذافي يعملوا خيمة وهم مسافرين ورايحين وجايين. لا، الخيام دي بقى عشان الكامب. لما تروح تعمل في الجنة كامب، ها تروح تعمل في الجنة كامب، تاخد يبقى الخيمة منصوبة جهزها لك هناك.
قالوا كان الإمام الخطيب البغدادي، وإن شاء الله في الأسبوع القادم هنستكمل هذا الحديث، قال هما جنتين لكل واحد، جنة للسكنة وجنة للتنزه. شوف الألاطة بقى والحلاوة، شوف العز، شايفين العز؟ جنة للسكنة فيها الفرش المرفوعة والحور العين والنساء بتاعة الدنيا، وإحنا زمنا لكم عشان ما تطمعوش قوي، نساء الدنيا معاكم معاكم، وهم هيكونوا أكثر في الجنة وحيكونوا أجمل من الحور العين، فما محدش روح خياله اللي بعيد. يعني المرأة من أهل الدنيا ستكون أجمل من المرأة من الحور العين في الجنة، بما لها من فضل عمل وصلاة وصيام وإيمانها بالله سبحانه وتعالى. فالشاهد إنه بقى إيه، جنة تسكن فيها بقى وتروح وجنة تروح تتنزه فيها، تعمل فيها كم، والخيام بقى منصوبة، عشان كده في خيام في الجنة، وإن شاء الله مع الخيام في الجنة ربنا يا رب يمتعنا وإياكم بهذه السرر المرفوعة والفرش المرفوعة وبالخيرات الحسان وبالحور المقصورات في الخيام. لما تروح الكامب في حور مقصورات في الخيام قاعدين بيستنوك، لما تروح انت الكامب تلاقي الحور برضو موجودين في الكامب عشان تشرح لوحدك برضو يعني. فان شاء الله ربنا يمتعنا بكل هذا، اللهم امين واياكم، وان شاء الله في الاسبوع القادم ننتقل مره مع ايه، مع الخيام، حتى نختم مع حديث الجنه، وراجينا المولى سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها، اللهم أمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وتقبل الله منكم وجزاكم الله خيراً.